تقوم مفتشيتنا بالإشراف على أعمال التنقيبات التي تجري حاليا من قبل جامعة بولونا الإيطالية وفق إجازة التنقيب التي تم عقدها في مقر الهيئة العامة للآثار والتراث وبإشراف مباشر من معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار ومتابعة ميدانية من قبل السيد مفتش آثار وتراث محافظة نينوى. هذه البعثة الإيطالية تعمل حاليا في الموسم الثاني لها في التنقيبات داخل منطقة الرحمانية ضمن مدينة نينوى الأثرية. أما بعثة هايدلبرغ الألمانية فهي متوقفة حاليا نتيجة جائحة كورونا، وسيعاودون عملهم في موقع تل النبي يونس في الربيع القادم أيضا ضمن إجازة تنقيبية منحت لهذه البعثة للعمل في قصر أسر حدون تحت جامع النبي يونس. هل هناك تواصل معهم والاطلاع على ما يتم؟ أكيد كافة الأعمال تجري بإشراف ومتابعة من قبل دائرة مفتشيتنا وبعمل أيضا من قبل موظفينا بالاشتراك مع هذه البعثة. الأعمال التنقيبات جارية، لا يمكن الإفصاح عن أي شيء. هذه اتفاقيات معقودة مع جهات منفذة للعمل، هي الجهة الإيطالية حصرا. عندما يكون هنالك المجال والموافقات في هذا الخصوص سيتم الإفصاح والإعلان عن أي شيء. العمل مستمر؟ نعم، لا زال العمل مستمر في الموسم الثاني بدقة ومن قبل خبراء وعلماء في الآثار من الجانبين، الجانب العراقي متمثل في مفتشيات آثار وتراث نينوى، والجانب الإيطالي متمثل بالخبراء العائدين إلى جامعة بولونا الإيطالية. هل تواجهون بعض الصعوبات والمعوقات في عملكم؟ حاليا لا، ما عندنا أي معوقات، كافة الدوائر المعنية متعاونة معنا والجهات الأمنية. بالنسبة للإزالات التي كانت تعيق عملكم؟ احنا مستمرين بعمليات الإزالة بإشراف وتوجيه مباشر. نعم، الدورة المتجاوزة على المناطق الأثرية مستمرين بعمليات الإزالة لها ضمن توقيتات زمنية محددة وبإشراف مباشر من قبل معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار على خطة وضعت بهذا الخصوص.